السلام عليكم جميعا. اليوم راح نشرح المحاضرة الثالثة من اللور لم. المحاضرة تشمل muscles و artery و vein و nerve وكل شوية متشعبة، فراح نحاول ان نخلصها بهذا الفيديو. بداية قسمنا الثاي الى 3 compartments اللي هي ثلاث اقسام او ثلاث مناطق، اللي هي الانتيرير والميديال والبوستيرير. هاي التقسيمة صارت على اساس وجود السبتة اللي هي الفواصل. هاي الفواصل هي تكونت نتيجة امتدادات من الديب فاشيا، يعني الديب فاشيا سوت لي 3 سبتة اللي هي ثلاث حواجز او فواصل، فصلت الثاي الى 3 compartments اللي هي الانتيرير والميديال والبوستيرير compartments. اول مصل راح ناخذها بالمحاضره هي الكوادريسبس فيمورايس. الكوادريسبس هي عضله تصنيفها ضمن الانتيرير كومبارتمنت. بدايه الكوادريسبس يقول انه هي تتكون اتس فورميد من 4 هيد، تتكون من 4 رؤوس او 4 اقسام هي كمصل. فورم ذا مين بولك اوف ذا اكستنسر femoral compartment. هي المين بولك، يعني هي العضلة الرئيسية بحركة الاكستنسر اللي يصير بالfemoral compartment، يعني بالانتيرير compartment هي المين اكستنسر. Is the great extensor of the leg. عموما هي اللي يعني العضلة المسؤولة عن الاكستنسر بصورة رئيسية بالleg كلها. يقصد بالleg انه هي تسوي اكستنسر للني. Concentric contraction of the quadriceps to extend the knee against the gravity. يعني أهم function تسوي ال quadriceps إنه تسوي extension للني against the gravity، يعني تخلي الني واقفة بطريقة صحيحة بوضعية ال extension يعني ممتدة. It's important during raising from sitting or squatting, climbing or walking, walking up stairs and for running and jumping. يعني كل هاي الحركات إنه تكون الني بوضعية flexion وارجعها للإكستنشن، يعني أقوى عضلة تسوي إكستنشن بالني هي الكوادريسبس. It may be 3 times stronger than the hamstring. شنو يقصد بالهامسترينج؟ الهامسترينج هي المسلز اللي تكون موجودة بالبوستيريور كومبارتمنت. فدي يقول إنه الكوادريسبس وحدها تقريبا 3 مرات أقوى من عضلات الهامسترينج الموجودة بالبوستيريور كومبارتمنت. زين، ده يوصف هنا أن الكوادريسبس إنه الفورهيد converge into the upper border of the patella as quadriceps tendon. يعني إنه كل هاي الفورهيد راح تتجمع بالupper border من الباتيلا بتندن أسميه الكوادريسبس tendon. بس هنا هي مو نهاية العضلة، لأنه هذا التندن leave the patella to the tibial tuberosity as ligamentum patellae أو البتلر ligament. يعني أكو فد ligament راح يتكون من تجمع الفورهيد مات الكوادريسبس، حيدخل بالباتيلا، فالباتيلا حصير largest sesamoid bone داخل التندن، وتكمل هي هم يعني يمتد من عندها التندن يروح إلى tibial tuberosity أسميه ligamentum patellae. يقول the pull of the quadriceps tendon on the patella is upward lateral. يعني هي مو حتسوي extension، فالاكستنشن مالتها بما انه هي متصله بالباتيلا، فاكيد من يعني من تمتد العضله حتسحب الباتيلا. وين حتسحبها؟ حتسحبها upward ولاترال. ليش upward؟ لان هي صايره فوق الباتيلا. ليش lateral؟ لانه الهيد مات الكوادريسبس اللي موجود laterally هو اقوى هيد، بالتالي من تسحبها upward ولاترال. هاي نتيجة السحب مالت الباتيلا، لان اصلا الباتيلا موجودة داخل التندن مالت الكوادريسبس. الميديال اند لاترال باتيلر ريتيناكولا. شو نقصد بها هنا؟ الكوادريسبس بها فورهيد اللي هما الفاستاس لاترالس، فاستاس ميديالس، والانترميديات، والريكتاس. فده يقول انه الميديال واللاترال من اللي هما الفاستاس ميديالس والفاستاس لاترالس عندهم فد ارتباط، بغض النظر عن هذا التندن اللي هسه قلنا ان هما اربعتهم يشتركون بتكوين تندن. فالميديالس واللاترالس وحدهم، كل واحد منهم وحده عنده تندن مرتبط بالباتيلا بصورة منفردة، يعني معليه بهذا التندن المشترك. فده يقول انه الفاستاس ميديالس and lateralis attach
independently to the patella and form aponeurosis. يعني شنو aponeurosis؟ aponeurosis هو يعني مثل العضلة مثل اللي تتسطح بالأخير تسوي في التركيب يشبه التندن وترتبط وحدها بالباتيلا. reinforcement the joint capsule of the knee on each side of the patella. زين كنا نقول انه الفاستس ميديالس اند لاترالس حترتبط بالباتيلا بصوره اندبندنت يعني منفرده بغض النظر عن ارتباطها بالتندن اللي هو جمع الفورهيد عن طريق انه ما حنقول انه هن عندهم تندن وانما حنقول انهم عندهم ابونيوروسيس. والفائده الثانيه من هذا الابونيوروسيس انه يربط الميديالس واللاترالس ويفيد الباتيلا نفسها لانه رينفورسمنت جوينت كابسول راح يساعد او يقوي الكابسول اللي تحيط بالني جوينت كلها on each side of the patella يعني على الجهتين من الباتيلا. هنا يقول انه lateral patellar dislocation اكثر dislocation يصير بالني جوينت او للباتيلا يصير بجهة اللاترال. ليش؟ لانه اذا رجعنا للمعلومة اللي قبل شوية اخذناها قلنا انه pull of the quadriceps حيكون upward ولاترال. ليش؟ لانه اللاترال هيد هو الاقوى. فهنا احنا اكثر ديسلوكيشن ممكن يصير بالباتيلا هو اللاترال ديسلوكيشن. فحتى نتجنب هذا اللاترال ديسلوكيشن شنو اكو؟ اول شيء اكو فورورد بروجكشن اوف ذا لاترال فيمورال كوندايل. هنا الفيمورال نفرض انه هسه هذا الفيمر. الفيمر بميديال ولاترال كوندايل. هذا الكوندايل اللي موجود باللاترال يكون prominent أكثر، يكون بارز أكثر، ويكون forward projection أكثر، يعني شلون نقول طالع لي قدام أكثر، بالتالي يمنع الباتيلا إنه يصير لها dislocation لجهة اللاترال. ثانياً pull of the lower fibers of the vastus medialis. الفاستوس medialis ترتبط ويا العضلة وتربط يعني ترتبط ويا الفورهيد بالتندن المشترك اللي هو هذا. وترتبط بابونيوروسيس هي من اللاترالس منها عندها ابونيوروسيس وهي عندها ابونيوروسيس منها. وبعد عندها شيء ثاني هذا الابونيوروسيس مالتها. بعد عندها شيء ثاني انه الميديالس الفاستوس ميديالس ترتبط بالباتيلا بفايبرز مباشرة، يعني عندها فد فايبرز ترتبط بالباتيلا او ترتبط بالني جوينت مباشرة، بالتالي هي يعني بالارتباط هي اقوى راس مرتبط بالني جوينت، بالتالي همين تمنع الديسلوكيشن كأنه تسحب الباتيلا الى جهة الميديال من قد ما هي قوية، لان يعني مرتبطة بثلاث طرق، مرتبطة بالتندن المشترك ومرتبطة بأمونيوروسيس ومرتبطة بفايبرز مباشرة بالني جوينت. واخر سبب يمنع الديسلوكيشن هو الباتيلا ريتيناكولا اللي هم ذولي يس اخذناهم الميديال واللاترال ريتيناكولا. زين هنا اكو فد مجموعة من المسلز اللي تكون موجودة او لا هاي مو المسلز هاي الفورهيد اوف ذا كوادريسبس. فورهيد اوف ذا كوادريسبس اول راس من عندهم هو الريكتوس فيمورايس. الاوريجين مالت هذا الهيد اول شيء يطلع من الانتيريور انفيريور اليك سباين ويطلع من الاليوم سوبيريور اوف ذا اسيتابيولوم. superior of the acetabulum خلينا نشوف المسل ما عندها صورة زين نجي هسه على هذا الجدول. هذا الجدول يخص الكوادريسبس ماسل يحكي على الفورهيد مالتها. بداية حاكي على الريكتوس فيمورايس اللي هو الفيرست هيد اوف ذا كوادريسبس. الاوريجين من الانتيريور انفيريور اليك سباين اند اليوم سوبيريور تو ذا اسيتابيولوم. خلينا نشوف عليه صورة. هنا عندي هذا هو المأشر عليه الريكتوس فيمورايس. بدنا نشوف انه الاتصال مالته بالانتيريور انفيريور اليك سباين وشويه بامتداد صاير لاترالي، هو ما واضح هنا بالصوره بس من الجوانب نشوف انه شويه الهيد مالته رايح لاترال سوبيريور من الاسيتابيولوم، يعني شويه صاير فوق الاسيتابيولوم.
زين. السكند هيد من عنده هو الفستس لاتراليس. الفستس لاتراليس الاوريجين مالته. اذا نتخيل شكل الفيمر اللي كنا نشوفه كان بي الجريتر تروكانتر، فهسه انا راح اتبع الاوريجين مالتها بدايه من الجريتر تروكانتر وراح اروح لاترالي. اول شيء راح ابلش بالجريتر تروكانتر، بعدين راح اروح لللاترال بارت او لا. زين هسه عندنا هذا الجدول يحكي على الكوادريسبس ماسل بالفورهيد والاوريجين والانسرجن لكل هيد. اول هيد الفيرست هيد هو الكوادريسبس فيمورايز، الاوريجين مالته من الانتيرير انفيرير اليك سباين، الاوريجين من انتيرير انفيرير اليك سباين ومن الاليوم superior to the acetabulum. الفستس لاتراليس الاوريجين مالته منين حنبدي؟ حنبدي من الفيمر. خلينا نتخيل الفيمر الابر بارت من عنده راح نبدي منين؟ من اللاترال بارت اوف انتر تروكانتريك لاين. هذا الاي تي ال يقصد به الانتر تروكانتريك لاين، فحنبدي من اللاترال بارت من الانتر تروكانتريك لاين، بعدين نروح لاترال شويه على الجريتر تروكانتر، بعدين نروح لاترال اكثر نوصل الى اللاترال ليب من اللينا اسبرا. يعني هنا احنا خلص وصلنا الى البوستيرير واحنا بعدنا لاترال ليب اوف لينا اسبرا اند لاترال سوبرا كوندايلر ريدج. يعني هي فد عضله كلش لونج تغطي تقريبا كل الانتيرير، فدا نشوفها انه ممتده من اللاترال ليب اوف لينا اسبرا اللي هو صاير يعني ابر الى اللاترال سوبرا كوندايلر ريدج اللي هي صايره بال يعني اللور نهايه الفيمر. بس المهم انه كل الاوريجين مالتها باللاترال. خلينا ناخذ الفستس ميدياليس لانه هي تعاكس اللاتراليس. هنا بلشنا من اللاترال بارت اوف انتر تروكانتريك لاين، هنا من الميديال بارت اوف انتر تروكانتريك لاين، هنا اخذنا الجريتر تروكانتر، هنا هو ما جايب طار الليسر تروكانتر بس احنا حنمشي على الليسر تروكانتر لحد ما نوصل الى الميديال ليب من اللينا اسبرا والميديال سوبرا كوندايلر ريدج. نفس الشيء انه الميديال ليب من اللينا اسبرا هو بالابر والميديال سوبرا كوندايلر ريدج باللور. تبقى الفيستوس انترميدياس الاوريجين مالتها هي الانتيرو لاترال سيرفيس اوف ابر 2/3 اوف ذا فيمر. يعني الفيمر من الجهه الانتيرير شويه لاترال، الابر 2/3 يعني ما حتغطي كله، ابر 2/3 من الفيمر حلقه الفستس انترميدياس. عموما هي الانترميدياس ما ظاهره لانه الريكتس فيمورايز يكون فوقها. بالنسبه للانسرجن احنا قلنا انه الفورهيد كلها تنتهي بمكان واحد او بتندن واحد سميته الكوادريسبس فيمورايز تندن، بالإضافة أنه الميديال واللاترال عندهم باتيلر ريتيناكولا اللي هو قلنا أنه الميديال عندها ريتيناكولا واللاترال عندها ريتيناكولا. بالنسبة للنيرف سبلاي خلي ناخد فد ملاحظة أنا حد نمشي عليها المحاضرة كلها، أنه الماسلز اللي تكون موجودة بالانتيرير كومبارتمنت حيكون السبلمنت مالتها عن طريق الفيمورال نيرف، والفيمورال نيرف الأوريجين مالته هو اللمبر 2 و 3 و 4، كل الانتيرير كومبارتمنت هما فيمورال نيرف. بالنسبة للأكشن مالتها أنا عندي بس الريكتس فيمورايز، إذا يعني نتبع الأوريجين مالتهم هنشوف أنه بس الريكتس فيمورايز هو اللي صاعد وواصل إلى البلفس يعني عابر الهيب جوينت، بالتالي أنه هذا الريكتس فيمورايز إلى علاقة بالثاي فليكشن وبنفس الوقت ني اكستنشن. ليش ني اكستنشن؟ لانه التندن مالته عابر الني. ليش الثاي فليكشن؟ لانه الاوريجين مالته عابر الهيب جوينت. تبقى الفستس ميدياليس ولاتراليس والفستس انترميدياس كلهم لهم علاقه بالاكستنشن اوف ذا ني جوينت. ليش ما جبنا طار الثاي؟ لانه ذولي الثري هيد الاوريجين مالتهم ما له علاقه ما عابر الثاي جوينت، هو مجرد على الني، بالتالي فهم بس يسوون extension للني جوينت. بالنسبة إلى الميدياليس احنا قلنا انه عندها fibers، قلنا قبل شوية انه عندها fibers
وحدها ويا الباتيلا. بالتالي انه الميدياليس عندها فت وظيفة، هي اوكي اكستندد للليج، نقصد بها اكستنشن للني، واللورز فايبر بريفنت لاترال باتيلار ديسلوكيشن، يعني هاي الفايبرز اللي تكون طالعة من الميدياليس ومرتبطة بالباتيلا تمنع اللاترال ديسلوكيشن اللي ممكن يصير على الباتيلا. زين، هسا عندنا في المصل هنا هي صغيرة وممكن تكون أصلا ما موجودة، اسمها الارتيكولار جينو. الجينو يقصد بها الني، فالارتيكولار جينو هي ارتيكولار مصل of the knee. ديرايفيتيف المصدر مالتها، أو يعني مو المصدر، نقول إنه هي مثل المشتقة أو مثل التابعة للفستس انترميديس، هي أصلا صايرة جواها مباشرة. الاتاتشمنت مالتها superiorly من ال inferior part of the anterior aspect of the femur. إذا رجعنا شوية للانترميديس شفنا إن الأوريجين مالتها الانتيرير وشوية lateral والأبر two third. هنا أنا الارتيكولاريس الديريفيتيف مالتها او الاوريجين مالتها سوري الاوريجين مالتها من الانتيرير اسبكتد، اذا من الانفيرير بارت. منين؟ من الانفيرير بارت. زين، الاوريجين مالتها طالع من الانفيرير بارت، زين، اوف ذا انتيرير اسبكت اوف ذا فيمر. انفيريرلي الانسرجن مالتها من جوا حتكون مرتبطة بالسينوفيال ممبرين of the knee joint wall of suprapatellar bursa. suprapatellar bursa هي عبارة عن بيرسا صايرة جوا الباتيلا وشوية إلى الأعلى. ليش إلى الأعلى؟ لأن الباتيلا من تتحرك تنسحب للأعلى، فهي صايرة جواها وشوية إلى الأعلى، فهي حتشلب بالسينوفيال ممبرين من هاي البيرسا. ليش؟ حتى من تتحرك البرسة، أو خلي نقرأ، يقول the muscle build the synovial membrane superiorly during extension of the leg, thereby prevent fold of the membrane from being compressed between the femur and patellar within the knee joint. يعني من حيصير ال extension للليج أو للني راح تنسحب أو تجي الباتيلا تضغط على هاي البرسة، فحتى نتجنب إنه هاي البرسة تتأذى أو تنضغط صار عليها compression، فراح تسحبها هاي العضلة. مثل ما نشوف هنا انه هاي هي المصل، زين، نشلبه بالبرسة اللي المفروض تكون موجودة هنا، فهي من تتقلص حتسحبها الى الاعلى، فحتطلع البرسة من هذا المكان، فترجع الباتيلا تضغط هنا براحتها، ماكو شي جواها. يعني مثل نطلع من جواها البرسة حتى لا تنضغط، حتى الباتيلا ترجع براحتها. زين، هنا الكوادريسبس ماسل ان ووكينج، شنو دور الكوادريسبس ماسل بالووكينج؟ الكوادريسبس حتكون اكتف بحالتين، هاي الحركة الكاملة للمشي اسميها السوي، اللي هي مثل تأرجح الرجل خلال المشي. الكوادريسبس لها دور بمكانين، اول شي بالترمينيشن اوف ذا سوينج، اللي هي هاي المرحلة termination مثل ما نشوف هنا مؤشر على الكوادريسبس، والمرحلة الثانية هي الـ early stance phase أو loading response اللي هي هاي. زين، المرحلة اللي تكون بيها الفوت في حالة فلات، يعني بكلها في حالة فلات تام على الجراوند. الكوادريسبس muscle function as a fixator during bent knee sports such as skiing or tennis and contract eccentrically during a downhill walking and descending stairs. يقول انه الكوادريسبس ماسل تشتغل كفيكسيتور، يعني فد عضلة مثبتة للبنت ني، يعني للني اللي تكون بحالة فليكشن، او يعني شلون مثل منكسرة، هي مو منكسرة، يعني اقصد انه في حالة فليكشن خفيف، فهي تسوي لها فيكسيشن تثبتها بهاي الوضعية. مثل منو؟ مثل السكاينج، يعني ذول اللي يسوون التزحلق الجليدي وهيشي، والتنس هم يحتاج فد فليكشن خفيف وتكون بحالة فيكسيشن يعني عليه. فيقول انه الكونتراكشن مالتها بقوة، اقوى contraction ممكن تسوي الكوادريسبس يكون لما الانسان يستخدمها بالداونهيل walking like this or descending the stairs، يعني بالداونهيل اللي هي يعني مثل نزول من المرتفعات او نزول من الجبل، هنا يصير المشي بضغط عالي او بتقلص عالي على الكوادريسبس، فهي هنا تكون عضلة كلش فعالة. زين،
the ability of the rectus femoris اللي هو head من the forehead of the quadriceps to extend the knee is compressed during hip flexion. احنا مو قلنا انه rectus femoris هو عبارة عن head يعبر ال hip joint ويعبر ال knee joint يسوي بال hip flexion أو بال knee extension, فيقول انه قابليته انه يسوي extension لل knee وهو مسوي flexion بال hip, فالعملية متعارضة. يعني هو أكيد الريفلكشن عكس الإكستنشن, يعني وإن كان بمفاصل مختلفة بس يعني قابليته إنه يسوي فليكشن وإكستنشن بوقت واحد شوية ضعيفة, أو ما يقدر يسوي فول فليكشن ويا فول إكستنشن, يعني لازم واحد منهم يكون مو فول. But it does contribute to the extension force during the two of phase of walking. إذا رجعنا لهاي الصورة two of اللي هي هاي المرحلة, زين نشوف هنا ايش كاتب الريكتس فيمورس. يعني مو كل الكوادريسبس ده تشتغل, اللي ده يشتغل بتركيز عالي هي الريكتس فيمورس, زين تكون فعاله بوضعيه التو اوف هي فيس او يعني مرحله من مراحل الووكينج. It's particularly efficient in movement combining knee extension and hip flexion as in كيكينج. بيقول انه هي فد حركة او انه تكون كفوءة بالحركات او يعني بالافعال اللي تتضمن فليكشن واكستنشن بالهب والني, مثل منه مثل حركة الكيكينج. كيكينج هي يعني الحركة مال انه مثل ضرب الكرة او هيجي, تتضمن انه اكو فليكشن بالهب اكو اكستنشن بالني, هذا اللي احتاجه بهاي الحركات, فهنا تكون هي فعالة. بس احنا قبل شوية من قلنا انه هي ما تقدر تسوي فول فليكشن وفول اكستنشن, يعني ما تقدر تسوي الاثنين فول, بس هي تقدر تسوي الحركتين سوا. زين انت يقول انه الريكتس فيمورس بما انه هو يعني هيجي مكانه هو الهد الوحيد اللي عابر الني جوينت وده يسوي فليكشن اكستنشن, فده يقول انه يكون عرضة انه susceptible to injury and avulation from the anterior inferior iliac spine during kicking, hence the name kicking muscle. احنا قلنا انه يسوي حركات الكيكينج, زين فيكون عرضة انه يكون injury او انه يسوي يصير بي dislocation, يعني ينفصل من الاوريجن مالته اللي هو الانتيرير انفيرير اليك سباين خلال حركة الكيكينج, فلذلك هو اسمه الثاني هي او اسم هذا الهيد هو كيكينج ماسل. اذا انفصل هذا الهيد فحيصير عندي loose بالfunction of the rectus femoris may reduce thigh flexion strength حوالي 17%, يعني حينقص الفليكشن اللي دا يصير بالثاي حوالي 17%. بس اكيد يعني هي مو العضلة الوحيدة اللي دا تسوي فليكشن بالثاي, فحيظل اكو فليكشن ولكن ينقص بنسبة 17%. زين testing of the quadriceps, يعني اذا ردنا نسوي تيست انه الكوادريسبس والنيرف اللي يغذي الكوادريسبس شغال لو لا, فالتست حيكون كالاتي, انه البيرسون يكون بوضعية سوبينيشن سوبين بوزيشن وذن اني بارتلي فليكسد, يعني تكون بحالة فليكشن بس بارتلي. البيرسون اكستند ذا ني اجينست ريزيست, مثل ما نشوف هنا انه اكو فد ريزيست للفليكشن للاكستنشن اللي دا يحاول يسويه البيشنت. During this test the contraction of the rectus femoris should be observable and palpated. Then, if the muscle acting normally, indicated that is nerve supply is intact. يعني شنو؟ يعني هو دا يسوي extension against resist. إذا قدر يسوي extension, فهذا النتيجة إنه أكو contraction دا يصير بالrectus femoris, وهذا contraction راح يكون palpated أو palpable إنه ملموس أو محسوس, والمسل الأكشن مالتها normal, فهذا الشيء يشير إنه العضلة شغالة والنيرف سبلاي مالتها شغال, اللي هو من هو النيرف سبلاي اللي هو الفيمورال نيرف. يعني هذا الفحص يفحص الفانكشن مالت المسل نفسها, يفحص الانرفيشن اللي يغذيها. زين الفحص الثاني هو اللي اسميه الني جيرك تابينج على الباتيلر ليجمنت اللي هو هنا هذا الليجمنت المشترك قلنا, within a reflex hammer normally elicits knee jerk. يعني هاي الفحص اسميه الني جيرك اللي هو انه استخدم هذا الهامر, زين اسوي تابينج على التندن, فالتندن المفروض يصير بيه ريفلكس. هذا الريفلكس تيست يفحص الانتجريتي اوف ذا فيمورال نيرف اند ال 2 و 3 و 4, هذا هنا يقصد انه هنا هو رينج يعني 2
وثلاثة وأربعة اللي هي اللمبر، هي اللمبر نيرف من السبينال كورد سيجمنت. اللمبر نيرف ليش اثنين وثلاثة وأربعة؟ لأن هما الأوريجين مالت الفيمورال نيرف. فاحنا بهذا الفحص راح نفحص سلامة الفيمورال نيرف وسلامة المنشأ مالته اللي هما اللمبر نيرف التو والسكند والثيرد والفورث. Diminution of or absence of the patellar tendon reflex may result from lesion or interrupted innervation of the quadriceps اللي هي peripheral nerve disease. يعني أي خلل أو يعني نقصان بفعل هذا الرفلكس أو absence، إن مرات حتى ما يطلع الرفلكس، فإذا أكو خلل بالمسل وأكو خلل بالinnervation مات الquadriceps، فإذا أكو فد أمراض أو فد ضرر صاير على البارافرال نيرف. البارافرال نيرف اللي هما السباينال كورد نيرف، يعني النيرفات اللي طالعة من السباينال كورد. زين، أخذنا الكوادريسبس اللي هي المسل اللي كانت من الانتيريال كومبارتمنت. هسا راح نجي على المسلز اللي موجودة بالميديال كومبارتمنت اللي هن الأدكتر كومبارتمنت. بداية الأدكتر كومبارتمنت هي المسل اللي تكون ميديال أسبكت أوف ذا ثاي، contains 6 muscles. كأوفرفيو يعني فد ملاحظة عامة مالها فد أصل، إنه هو الاتاتشمنت مالتهم من جهة البروكسيمال غالبا ما يكون من الانتيرو inferior external surface of the bony pelvis، من عظام البلفيك. راح ناخذ الجهة الانتيرير اللي هي منها تقريبا، وانفيرير واكسترنال يعني كل ارتباطهم صاير من الخارج. زين، تحديدا منو من البوني بيلفس اللي هي البيوبيك بون والاسكيال تبروسيتي والاسكيو بيوبيك ريمي والاوبتريتر ممبرين. مو قلنا هاي فتحة الاوبتريتر مغلقة بممبرين، فهذا الممبرين هو اهم اوريجين لمسلز معينة. اما الاتاتشمنت مالتهم من جهة الديستال فغالبا ما حيكون باللينا اسبرا اوف ذا فيمر. The obturator vessels or nerve supply this compartment. مثل ما قلنا إنه هو anterior compartment المين innervation إلها هو الفيمورال نيرف، فالميديال compartment المين innervation إلها هو الobturator nerve. زين، عندي فد فتحة أسميها الأدكتر هايتس. الأدكتر هايتس اللي هي هاي. زين، هي an opening between. قبل نحكي على الفتحة، هاي المسل اسمها الادكتر ماجنوس. الادكتر ماجنوس عضلة كلش كبيرة، فراح اقسمها الى جزئين. الجزء الامامي منها اسميه الادكتر ماجنوس، والجزء البوستيرير منها اسميه الهامسترينج. ليش سميته هامسترينج؟ هو جزء من الادكتر ماجنوس، ولكن سميته هامسترينج لانه المسلز الموجوده بالبوستيرير كومبارتمنت هي اصلا يعني انا اطلق عليها انه هي الهامسترينج مسل. فما انه هو قريب على البوستيرير فسميته الهامسترينج بارت اوف ذا ادكتر ماجنوس. هسا اول شيء قسمنا العضله، راح نجي نشوف هاي الفتحه شلون بدها تتكون. يقول انه this opening between the aponeurotic distal attachment of the adductor part of the adductor magnus. الادكتر ماجنوس الجزء الامامي منها اللي اسميه الادكتر بارت منها، distal attachment مالته عباره عن aponeurosis اللي هو هذا. فهذا الaponeurosis مسوي فتحه، والجهة البوستيرير اللي هو الهامسترينج بارت من الادكتر ماجنوس يعني الجزء الخلفي من هاي العضلة، اتصال الديستال شنو عبارة؟ عبارة عن تندن. زين، وهذا التندن يعني لو هي هسه العضلة من البوستيرير، فحنشوف انه التندن اللي هو الديستال اتاتشمنت مالت الهامسترينج بارت همين بنفس الفتحة، فاحنا هنشوفها فتحة واحدة. منين اجتي؟ اجتي من فتحة بالابونيوروسيس مالت الادكتر بارت. زين، وفتحة بالتندن مالت الهامسترينج بارت. دول الفتحتين حتطلع هيجي على شكل الهايتس اوبننج. ذا ادكتر هايتس ترانسميت، شنو الفانكشن من هاي الاوبننج؟ فحتكون عبارة عن ترانسميت للفيمورال ارتري وفين. نركز هنا لانه بس الفيمورال ارتري وفين حيدخلون من عندها، حنشوف انه النيرف ما حيدخل من عندها. فالفيمورال ارتري وفين من الانتيرير كومبارتمنت، لانه ما حينزلون هنا بالانتيرير كومبارتمنت، فحيعبرون من الانتيرير كومبارتمنت عن طريق هاي الاوبننج الى البوستيرير كومبارتمنت، تحديدا الى البوبليتيال فوسا اللي هي البوستيرير اوف ذا ني. البوبليتيال فوسا هي يعني المكان اللي صاير بوستيرير اوف ذا ني. زين،
راح نجي ناخذ على هاي المسلز الاوريجين والانسرجن لكل مسل. بداية الادكتر لونجس. الادكتر لونجس الاوريجين مالتها body of the pubis, والانسرجن هو middle third of lena aspera of the femur. نجي نشوفها على الصورة. هاي الادكتر لونجس الاوريجين مالتها من البودي اوف ذا بيوبس اللي هو منانة, والانسرجن بالميدل من اللينا اسبرا, يعني هي رايحة بالبوستيريور طبعا الانسرجن, لان اللينا اسبرا هو بوستيريور اوف ذا فيمر, فالانسرجن مالتها هو البوستيريور من اللينا اسبرا. بالنسبة السكند مسل هي الادكتر بريفيس. الادكتر بريفيس الاوريجين مالتها من البودي والانفيريور ريمي اوف ذا بيوبس, انسرجن من البكتنال لاين اند ذا بروكسيمال بارت اوف لينا اسبرا اوف ذا فيمر. نرجع على الصوره. الادكتر هياتوس الادكتر بريفيسوري اللي هي هاي ما طالعه كلها لان هي صايره ورا الادكتر لونجس. الاوريجين مالتها يطلع همين من البودي اوف ذا بيوبس, بس بما انه هي شويه جوا الادكتر لونجس فهي رايحه على البودي وشويه من الانفيريور ريمي. اما الانسرجن مالتها فهي فوق اللونجس. احنا قلنا اللونجس كانت بالميدل من اللينا اسبرا, بينما هنا الادكتر بريفيس هي شويه على البروكسيمال بارت من اللينا اسبرا. طبعا هذا التاشير انا اقصد على البوستيريور, هي مو من الانتيرير. البكتينال لاين اللي هو كان ميديال من اللينا اسبرا, والبروكسيمال بارت من اللينا الاسبرا كلها عموما. زين, المسلز الثالثه هي الجرازلس. الجرازلس الاوريجين مالتها هي البودي اند ذا انفيريور ريمي اوف ذا بيوبس, نفس الاوريجين الموجود هنا. اما الانسرجن فهي الميديال سيرفيس اوف ذا ابر اوف ذا تيبيا, هي المسل الوحيده من الميديال كومبارتمنت اللي راح تعبر الثاي وتوصل او تعبر الني جوينت. زين, فالجرازلس اذا نجي نشوفها على الصوره, اوكي هي هاي, هذه الجرازلس هي muscles طالعة من البودي of the pubic والinferior rami ونازلة هنا عبرة, هنا هي ترى عبرة يعني ما منتهي هنا, تعبر تنتهي بالميديال side من منو, بالميديال surface من ال upper of the tibia. تحديدا مكان الانسرجن مالتها هو نفس مكان الانسرجن اللي انتهت به السارتوريوس muscle. سارتوريوس muscle اللي كان ضمن الانتيرير compartment. زين, بالنسبة إلى الأوبتريتر إكسترنس, هاي العضلة من اسمها يعني تنعرف أو تتميز. الأوبتريتر إكسترنس الأوريجين مالتها من الإكسترنال سيرفيس من الأوبتريتر ممبرين and the adjacent bone. أنا قلنا أن الأوبتريتر هاي الفتحة مسدودة ممبرين, فده يقول أنه هي من الإكسترنال سيرفيس من هذا الممبرين والأدجيسنت بون, لأن احنا قلنا أنه الأوبتريتر يعني تكوينها عبارة عن فتحة محاطة بون, فمن الممبرين والبون المحيطة به هيكون الأوريجين مات هاي المسل. أما الإنسرجن فتكون بالتروكانتريك فوسة. التروكانتريك فوسة إذا رجعنا على الفيمر من هنا قلنا هذا البروز الصغير الموجود فوق بالميديال مات أكو فت فوسة سميها التروكانتريك فوسة. زين, تبقى الادكتر ماجنوس الادكتر بارت والادكتر ماجنوس الهامسترينج بارت. الادكتر ماجنوس اللي هي اللي قبل شوية اخذناها بها تو بارت, قلنا بها الادكتر بارت وبها الهامسترينج بارت, هذا الانتيرير وهذا البوستيرير. هنا حيكون الاوريجين مالت الانفيريور ريمي اوف ذا بيوبس والريمي اوف ذا اسكيوم, يعني نقدر نقول الاسكيو الاسكيو بيوبيك ريمي, والهامسترينج هو الاسكيال تبروستي. شوفوا من التبروستي اللي هو البوستيرير, فهذا الهيد صاير بوستيرير وهذا الهيد انتيرير. زين, بالنسبة لهنا الانسرجن مالت الادكتر بارت حينتهي بالجلوتيال تبروستي. الجلوتيال تبروستي يعني انتهى لاترال, حيقوم يمشي للميديال. من الجلوتيال تبروستي, الجلوتيال تبروستي هو التبروستي اللي عبارة عن اللاين اللاترال من اللينا اسبرا, واللينا اسبرا والميديال سوبرا كوندايلر لاين, يعني بلش من اللاترال
تحديدا من الجلوتال تبروستي ومشى على اللينا اسبرا وانتهى بالميديال سوبرا كوندايلر لاين. اما الهامسترينج فالانسرجن ماته هو الادكتر توبركل اوف ذا فيمر. وين صاير هذا الادكتر توبركل؟ بالميديال كوندايل اوف ذا فيمر اكو فد بروز سميته الادكتر توبركل. هنا هذا الميديال medial condyle of the femur. ناكو في التوبركل أسمي الأدكتر توبركل هو الانسرجن مات الهامسترينج بارت من الأدكتر ماجنس. زين بالنسبة للإنرفيشن مال هاي المسل كلها الإنرفيشن النيرف سبلاي مالتها هو الأوبتريتر نيرف. احنا قلنا كل المسلز اللي تكون موجودة بي الميديال كومبارتمنت هي من الأوبتريتر نيرف. مكتوب هنا anterior division of lumbar second و third و fourth. ليش مأكد انه الانتيرير division؟ لانه قبل شويه اذا تذكرون الاوريجن مالت الفيمورال كنا نقول انه الفيمورال نيرف الاوريجن مالته ان همين اللمبر سكند وثيرد وفورث. فهنا اللمبر سكند وثيرد وفورث الانتيرير منهم يطلع هم كلهم من الانتيرير ريمي اوف ذا سكند وثيرد وفورث لمبر فيرتبرا. بينما هذا هو الانتيرير ريمي نفسه يتقسم الى انتيرير وبوستيرير. الانتيرير منه ينطي الاوبتريتر والبوستيرير منه راح ينطي الفيمورال. واكو فد ملاحظة مهمة انه الهامسترينج احنا مو قلنا انه تسميته وموقعه وهيجي كله تابع الى البوستيرير كومبارتمنت، فهو همين شوية ياخذ من الانرفيشن مات البوستيرير كومبارتمنت اللي هو السياتيك نيرف. السياتيك نيرف هو النيرف المسؤول عن الانرفيشن مات البوستيرير كومبارتمنت، فراح ياخذ من السياتيك نيرف تحديدا من التيبيال بارت. نجي على الاكشن. بالنسبة للأدكتور لونغاس الأكشن مالته هي الأدكتور، أكيد كل الميديال كومبارتمنت أدكتور، يعني هذا الجدول من بداية النهاية لازم يسوي أدكتور، تسوي أدكتور وميديال روتيتر على اعتبار أنه موقعها شوية ميديال. بالنسبة للأدكتور بريفيس تسوي هيب أدكتور، الأدكتور بريفيس الهيب أدكتور. أوكي الجرازلس حتسوي الهيب أدكتر وبنفس الوقت الني فلكسر. ليش؟ لأن قلنا هي المسلز الوحيدة اللي تعبر على الني أو تعبر الني. الأوبتريتر تسوي اللاترال روتيتر of the thigh with stades of the head of the femur and the acetabulum. ليش احنا ندثرت بالأسيتابيولام؟ احنا عرفنا انه الأوبتريتر الأوريجين مالتها من الأوبتريتر ممبرين من جهة الإكسترنال مالتة، والإنسرجن تنتهي بالتروكانتريك فوسة، بالتالي هي تكون متشلبة بالهيد اوف ذا فيمر، فتقدر تثبت الهيد اوف ذا فيمر بالأسيتابيولام يعني بالبيوبك عموما، وهي lateral rotator of the thigh. الأدكتر ماجنس بالتو هيد مالتها اثنيناتهم لهم وظيفة الأدكشن، مثل ما قلنا انه الجدول من بداية النهاية أدكشن of the thigh. بس الأدكتر اللي صايرة anterior تسوي flexion للثاي، بينما الهامسترينج اللي موجود ويا البوستيرير كومبارتمنت يسوي extension للثاي. زين هسه بدي احكي على الاكشن اوف ذا ادكتورز ماسل جروب. ذا مين اكشن اوف ذا ادكتور جروب از تو بل ذا ثاي ميديالي، يعني راح نسحب او نقرب الثاي الى جهة الميديال، هي حركة الادكشن toward or past the median plane. But the action of the adductor is more complex. يعني muscles of the adductor compartments يعني أكيد مو الفانكشن الوحيدة إلها إنه تسوي adduction. أدها other function اللي هي إنه ممكن تساعد بالflexion of the hip during flexion of the knee joint and are active during walking. حتساعد بالwalking وحتساعد إنه تسوي flexion للhip during the flexion of the knee. يعني واحد مسوي flexion للhip ويسوي flexion للني، هنا يا muscles ده تشتغل الادكتور muscle. Stabilize the stand when when the stance when standing on both feet to correct the lateral sway of the trunk. مثل rocking a boat or standing on a balance board. يعني واحد مثل يكون واقف على هذا البالانس بورد اللي هو لوحة توازن، يعني يريد يتوازن مو حيحرك الترنك بحركة سوي يعني يروح right and left حتى يوازن جسمه، فهاي الحركة اللي تصير بالترنك الى الرايت والليفت حتى يسوي بالانس اللي تسويها هي الادكتور ماسل.
to flexion of extended thigh and extension of the flexed thigh when running or against resist. يعني من اكو فد resist على الثاي مثل هنا أنا اكو فد resist على الثاي هي تقدر تسوي الفلكشن اذا كان هو extension واريد اسوي الفلكشن against resist او هو flexion وانا اريد اسوي extension against resist فهي حتكون الها function او الها دور بهذا الفانكشن. زين testing of the medial thigh muscle شلون راح افحص اذا كانت الميديال ثاي intact لو لا. عندي هنا a person lying supine within a knee straight يكون بوضعية supination والknee تكون straight the individual adduct the thigh against resist خليه يسوي adduction against resist يعني هو يدفع هيج مثلا واكو هنا فد resist تدفع الثاي الى هاي الجهة فيقول انه and if the adductor are normal زين اذا كانت الادكتر normal يعني قدر يسوي الادكتر بطريقة صحيحة والproximal end of the gracilis والادكتر longus is easily palpated اقوى عضلتين تسوي الادكشن اللي هن الجرازلس اللي هي العضلة الطويلة والادكتر longus تكون easily palpated يعني تكون كلش contract فتكون easily to be palpated also they are important in many activities مثل ما قلنا انه هي مو بس الادكتر وانما لها activity ثانية it has been shown that is reduction of as much as 70% in their function will result in only slight or moderate impairment of hip function يعني اذا نقصت الوظائف مالتها بنسبة 70% راح نشوف اكو slightly or moderate impairment بالhip function يعني يكون اكو فد نقصان بوظائف الثاي او الهب بصورة slight يعني ضئيلة او moderate يعني فد صورة يعني متوسطة او يعني صورة ملحوظة مثل ما نقول من النقصان بالوظائف مالت الثاي بس عموما يعني اكيد ما راح يتوقف لان اكو اكثر من عضلة ممكن تسوي الفانكشن اللي دا تسويها الادكتر كومبارتمنت بس هي الها تأثير ملحوظ زين the transplantation of the gracilis because the gracilis relatively weak member of the adductor group يعني اكو مثل ما شفنا انه هن 6 عضلات بالادكتر فتقريبا الجرازلس هي اضعف عنصر موجود بهذا الادكتر كومبارتمنت that can remove it اقدر اشيلها without not disable loose in nets action of the leg بدون ما يكون اكو فالتغيير او تأثير ملحوظ على الوظائف مالت الليك يعني على الادكشن يقصد فالسيرجن ليش دي يشيلها لانه يستخدمها كترانسبلانت او كجرازلس كلها او part of it يشيلها هي والنيرف والبلود فيزلز مالتها replaced damage صاير بمسلز موجودة بالهاند هي عضلة ناعمة تقريبا مثل عضلات الهاند بالتالي يقدر يستخدمها بترانسبلانتيشن يعني يعيد تركيبها هي والفيزلز والنيرف مالتها مسلز بالهاند for example one of the muscles is transplanted it soon produced a good digital flexion and extension يعني لما اسوي لها ترانسبلانتيشن تشوف انه الدجت تقدر تشتغل بفليكشن واكستنشن صحيح زين injury of the adductor longus الادكتر longus احنا قلنا عضله تعتبر من اهم العضلات بالادكشن هي والجرازلس قول انه injury of the adductor longus مثلا المسل سترين المسل سترين انه المسل يكون عليها فالضغط قوي of the adductor longus may occur وين يصير عليها هذا الضغط القوي بلاعبين الهورسباك رايدرز and produce a pain هذا البين اسميه الرايدر سترين تقريبا يصير بها ossification sometime occur in tendon of these muscles because the horseback riders actively adducted their thigh to keep from falling from their animal يعني هنا مو يقصد ان التندن دا يصير بي ossification يعني صار مثل العظم وانه يقصد انه التندن يتصلب ليش يتصلب لانه دائما يكون بي contraction لانه الرايدر يحتاج دائما يظل بوضعية contraction حتى يمنع نفسه انه falling من الهورسباك بالتالي بما انه هو بحالة contraction تقريبا بوضعية دائما من contraction فمثل التندن يتصلب على وضعية contraction
هسه ورا ما خلصنا المسلز اللي موجودة بهاي المحاضرة راح نبلش بالارتري. اول ارتري هو الاوبتريتر ارتري. قبل ناخذ الاوبتريتر ارتري خلي ناخذ شوية معلومة ابعد من الاوبتريتر ارتري. الارتريز اللي باللور لامب بدايتها من ارتري اسميه الكومون الياك ارتري. هذا الكومون الياك راح ينقسم الى قسمين، قسم اسميه انترنال الياك ارتري والفرع الثاني هو الاكسترنال الياك ارتري. فعندي هنا دي يقول انه الاوبتريتر هو برانش من الانترنال الياك ارتري. منين اجى الانترنال؟ انترنال هو برانش من برانشات الكومون الياك ارتري، يعني الكومون انطاني الانترنال والاكسترنال، الانترنال انطاني برانش من عنده هو الاوبتريتر ارتري. ونركز هنا على كلمة برانش لان بعدين حنشوف انه الفيمورال ارتري هو مو برانش وانما هو كونتينيو، يعني هو تكملة الارتري، بينما الاوبتريتر لا هو مو تكمله وانما هو برانش من الانترنال الياك ارتري. باس ثرو ذا اوبتريتر كانال، من اسمه اسمه من الاوبتريتر كانال. وين صار هاي الاوبتريتر كانال؟ اللي هي هاي انه الاوبتريتر فورامن راح تنسد بممبرين تبقى مفتوحه بس من فوق من منطقه صغيره اسميها الاوبتريتر كانال. ديفايدد انتو هذا الاوبتريتر ارتري اول ما يعبر طبعا هو من الانترنال يطلع لي برا يطلع اكسترنال، يعني من اقصد من الانترنال اوف ذا بلفيك يعني هو بنص البلفيك جيردل. فمن يطلع من فتحه الاوبتريتر ينقسم الى انتيرير وبوستيرير ديفيجن. امبرسينج ذا اوبتريتر فورامن يعني ذن الانتيرير والبوستيرير كانه راح يحوطن الفورامنا او الفتحه مالت الاوبتريتر، مثل ما نشوف انه الانتيرير والبوستيرير سووا مثل الاحاطه على الفورامن. الانتيرير برانش سبلاي الادكتور اوف ذا ثاي، بينما البوستيرير برانش سبلاي المسل اتاتشمنت تو ذا اسكيلتوبروستي. المسل المرتبطه بالاسكيلتوبروستي هي المسلز اوف ذا بوستيرير كومبارتمنت، غالبا ما تكون المسل اوف ذا بوستيرير كومبارتمنت اللي هي الهامسترينج. هو هنا ما ذاكر او ما محدد بس قايل عموما انه الانتيرير تغذي المسلز الموجوده بالثاي اللي هي الادكتور مسل الموجوده بالميديال اوف ذا ثاي، والبوستيرير برانش هو السبلاي المسلز اللي تكون بالاسكيل او الارتباط مالتها بالاسكيل تبروستي. وافد معلومه اخذناها احنا اصلا انه قلنا انه المين انرفيشن للادكتر كومبارتمنت اوف ذا ثاي، قلنا انه الادكتر غالبا ما يكون الانرفيشن مالتها عباره عن اوبتريتر اوبتريتر ارتري والاوبتريتر نيرف. زين الاوبتريتر نيرف arises من ال anterior division of lumbar plexus second with third with fourth. هذن ال lumbar plexus الثاني والثالث والرابع ال anterior rami مالتهم اللي هو كنا ناخذ مثل ال brachial plexus انه ال anterior rami. ال anterior rami من عنده ينقسم الى anterior و posterior. ال anterior منه ينطيني ال obturator nerve وال posterior من عنده راح ينطيني ال femoral nerve. Femoral nerve. It has considerable a course in the pelvis passing close to the ovarian fossa. Leave through the obturator canal divided into anterior and posterior division which override the adductor brevis. يقول انه ده يمشي الكورس يعني الطريق مالته يكون داخل الاوفريان فوسا داخل البلفس، يعني هنا داخل البلفس. منين حيطلع؟ حيطلع من الاوبريتر كانال مثل الارتري مالته. حيتقسم الى انتيرير وبوستيرير. شلون هناك تقسم الارتري؟ تقسم انتيرير وبوستيرير وحوط بالاوبريتر فورامن. هنا راح يتقسم الى انتيرير وبوستيرير بواسطه الادكتر بريفيس، يعني الفرع الانتيرير لانه صاير قدام الادكتر بريفيس ماسل، بينما الفرع البوستيرير لانه صاير بوستيريرلي من الادكتر بريفيس ماسل. البرانش اللي راح ينطيني هذا النيرف ماسكولار كوتينيوس ارتيكولار. الماسكولار المن للادكتور ماسل اللي هي الموجوده بالميديال كومبارتمنت، مره ثانيه انه الماسلز الموجوده بالميديال كومبارتمنت الانرفيشن المين انرفيشن لها هو الاوبتريتر نيرف. فالماسلز الموجوده بالادكتور ماسل او الموجوده بالميديال كومبارتمنت
B المسكولر بي انتيرير برانش اللي هو سبلاي الادكتور لونجس وبريفيس والجرازلس والبكتينيوس، بينما البوستيرير برانش سبلاي الاوبتريتر اكسترنس والادكتور ماجنوس. الاوبتريتر اكسترنس هي شوية وين صايرة، هي طالعة الاوريجين مالتها من الاكسترنال مات الاوبتريتر ممبرين، والانسرجن مالتها صاير بالتروكنتريك فوسا، فهي تقريبا سوبيريور وشوية على اللاترال. والادكتر ماجنوس هي اصلا شوية لاترال وبها جهة الهامسترينج اللي هي اصلا ويها البوستيرير كومبارتمنت، فذن العضلتين بما انه شوية رايحات الى البوستيرير فالسبلمنت مالتهم دا يصير عن طريق البوستيرير برانش، والانتيرير برانش يسوي للعضلات البقية الموجودة بالميديال كومبارتمنت. بفرع الاخ يكون كوتينيوس، الكوتينيوس المن يعني سنسوري قصده للميديال اسبكتد من الثاي، يعني هذا الميديال اسبكت من الثاي يكون السنسيشن مالته بواسطة برانش من الاوبتريتر نيرف. وبرانش ثاني للارتيكوليشن المن للهيب الني جوينت، هو حيطلع منه يعني راح يعبر على الهيب جوينت وراح يعبر هنا زين، هنشوف هسه حيمشي. فاذا له علاقه همين بالارتيكوليشن اللي يصير على الني جوينت. زين خلصنا الاوبتريتر ارتري والنيرف، نجي هسه على الفيمورال ارتري. ننتبه هنا اول شيء كونتينيو وثاني شيء اكسترنال الياك ارتري. اذا رجعنا قارنا بالاوبتريتر ارتري نشوف انه هو برانش مو كونتينيو، وانما هو برانش من الانترنال الياك ارتري. الانترنال والاكسترنال هن اثنيناتهم من الكمان الياك. زين كمان الياك انطل الانترنال والاكسترنال، الاوبتريتر طلع كبرانش من الانترنال الياك ارتري، بينما الفيمورال هو عبارة عن كونتينيو للاكسترنال الياك ارتري. ديستال منين حيكون يعني منين اعتبر الاكسترنال اليك ارتري صار عباره عن فيمورال؟ ديستال من الانجوينال ليجمنت. اتس انتر الى الفيمورال تريانجل ديب تو ذا انجوينال ليجمنت ميدواي بتوين الانتيرير سوبيرير اليك سباين والبيوبيك سايمفيسز. هاي المسافه من الانتيرير سوبيرير اليك سباين الى البيوبيك سايمفيسز بالميد بالوسط مالتها دي طبعا دي الارتري اللي هو عبارة عن femoral artery. منين جاي؟ جاي ككونتينيو، يعني هنا هو بعد الاكسترنال iliac artery هنا تحول الى شنو؟ تحول الى femoral artery deep يعني جوا الانجوينال وdistal to it. Here it lies on the psoas major tendon، يعني العضلة اللي يكون هو تقريبا مثل نقول دا يمشي عليها هي psoas major tendon which is separated the artery from the capsule of the hip joint thus in its position where يقول انه هذا الارتري دا يمشي على psoas major tendon على التندن مات psoas major. ليش ده يعني هاي العضلة شنو فائدتها ان هو ده يمشي عليها؟ ده تفصله عن الكابسول مات الهيب جوينت، جوا مباشرة الهيب جوينت موجود، فوجود المسل ده تفصله عن الكابسول مات الهيب جوينت. بهذا المكان اقدر اتحسس للبولسيشن اللي هو النبض كان بي فولتد اللي هو بالميدوي مات المسافة من الانتيرير سوبيرير اليك سباين الى البيوبيك سامفيسز، أقدر أتحسس البولس. which can be entered to the arterial catheterization بعمليات القسطرة، نقدر نستخدمه أو يعني نتدخل به جراحين بعمليات القسطرة. passed in the lateral component of the femoral sheath when البوزيشن مالته البوزيشن مالته هو اللاترال بالفيمورال sheath between the vein and the nerve. يقول هنا انه courses downward and enter الى الادكتور كانال، احنا قلنا انه حيدخل بالفيمورال تريانجولار اللي هو هاي المنطقة الموجودة هنا ضمن الفيمورال شيث يكون between الفين والنيرف، منها حيكون الفين ومنها حيكون النيرف وحيكون بنصهم. الكورس مات الطريق downward and enter الى الادكتور كانال، راح نخلي خط على الادكتور كانال هسه راح نشرحها قبل نخلص المحاضرة لأنه هو حتمر علينا قبل نهاية المحاضرة. هيدخل بالأدكتور كانال
leave the canal by passing through the adductor hiatus اللي هي الفتحة اللي قلنا موجودة بالadductor magnus muscle whereas appear بالpopliteal fossa as the popliteal artery. يعني الartery والvein تدخل بالadductor hiatus وتطلع بالpopliteal fossa اللي هي المنطقة الموجودة posterior of the knee. فهنا راح يتغير اسمه من femoral artery إلى popliteal artery. خلينا نشرح الadductor canal اللي قلنا موجودة بنهاية المحاضرة. زين، هاي الadductor canal أو ما تسمى subsartorial. Subsartorial يعني جوا عضلة السارتوريوس. هي long approximately 5 cm facial canal extend between the apex of the femoral triangular and the adductor hiatus occupy the middle third of the thigh. زين هنا أنا إذا هذا الفيمورال تريانجولار فهي دي تمتد من الأبيكس مات الفيمورال تريانجولار إلى حد الأدكتر هايتس اللي هي الفتحة اللي تقريبا موجودة هنا فهي هاي هذا المستوى مالت الأدكتر كانال. هاي الكانال عبارة عن شيث مسوي فت قناة يمر بها الفيمورال أرتري والفيمورال فين والفيمورال والفيمورال نيرف كلهم يعني أكو يمكن تراكيب ثانية تمر بها بس اللي مذكور بهاي المحاضرة هي هاي التراكيب تمر بها. زين الباوندري مالت هاي الكانال هي الادكتر لونجس مسل والماجنوس بوستيريرلي. الادكتر لونجس اللي كانت هنا تقريبا مكانها فهي صايرة بوستيريرلي من هاي الكانال. يعني شوية يعني جوا اتوقع يعني فد في مكان ما انه تكون موجودة المهم بوستيرير لها وياها الادكتر ماجنوس هم موجودة بوستيريرلي لان الادكتر ماجنوس كانت فد مسل طويلة. الفاستاس ميدياليس انتيرو laterally والسارتوريوس انتيرو ميديالي. من هذا نشوف السارتوريوس انتيرو ميديالي الها زين والميدياليس الفاستاس ميدياليس ماتل كوادريسبس ماسل صار لاترال الها. الكونتنت هو الفيمورال فيزلز يقصد بها النيرف يقصد بها الفين والارتري والسافينوس نيرف هنشوف انه السافينوس نيرف هو فرع من الفيمورال نيرف والنيرف تو فاستاس ميدياليس اللي هو همين فرع او برانش من الفيمورال نيرف. زين هسه خلينا نرجع على النيرف اللي شنو نحكي عليه. زين شنو نحكي على الفيمورال ارتري سوري الفيمورال ارتري قلنا انه حيدخل الى الكانال ويخرج منها من الادكتر هايتس where it appears by popliteal fossa ka popliteal artery. Then branched in the thigh. هذا الارتري راح ينطيني ثلاث برانشات. واحد منهم superficial واثنين حتكون deep. السوبرفيشال برانش راح يتقسم مرة ثانية إلى superficial and sometime deep circumflex iliac superficial epigastric superficial and deep external pudendal. بالنسبة للاتجاهات وين حيروحون فالسوبرفيشال سيركمفلكس إليك حيشارك بالإنرفيشن مات الانتيريور سوبيريور إليك سباين. السوبرفيشال إبيجاستريك الانتيريور من الابدومين وول تحديدا المنطقة اللي صايرة انفيريور من الامبليكال. السوبرفيشال إكسترنال بيودندل والديب إكسترنال بيودندل اثنيناتهم راح يسوون الانرفيشن للإكسترنال جينيتاليا. زين هاي بالنسبة للسوبرفيشال برانش. بالنسبة للديب برانش اللي هو نفسه اسميه البروفاندا برانش هو اللارجست برانش من الفيمورال ارتري. arises من اللاترال سايد من الفيمورال ارتري حوالي 3 or 4 سنتيمتر ديستال من الانجوانال ليجمنت. احنا قلنا انه الارتري حاسميه فيمورال ارتري جوا الانجوانال ليجمنت بالضبط. فثلاثة او 4 سنتيمترات حيطلع منه اكبر فرع من الفيمورال ارتري اللي هو البروفاندا او الديب artery من the lateral side distally من the inguinal ligament and then spiral down deep to it حيكون deep passing between the pectineus and adductor longus تحديدا راح يمشي بين two muscles اللي هي the pectineus
والأدكتر لونجوس. It's continue down on the adductor brevis and magnus and end as the fourth perforating artery. هو أول ما هيطلع هيكون بين البكتينيوس والأدكتر لونجوس. هو نازل راح يكون الطريق مالته على الأدكتر بريفيس and magnus، يعني هيصير ورا الأدكتر لونجوس، هيمشي على البريفيس والماجنوس. نهايته شنو؟ نهايته كفور perforating artery. إذا با هنا هو هذا زين، هنا نشوف طالعات منه فور برانش، لأن الفور برانش أسميهن perforating artery. آخر واحد من عدهن اللي هو هذا الرابع هو هم يعني التكملة مالت البروفاندا أو الديب artery، وهمين هو الفرع البرفوريتنج الرابع. فنقول نقدر نقول انه نهاية الديب artery هو هذا الفورث برفوريتنج artery. In the middle third of the thigh it is separated from the femoral artery by the adductor longus. زين، هينفصل عن الفيمورال artery اللي هو المنشأ ماله، يعني هو مو ديب من الفيمورال artery، فهتكون اكو الادكتر لونجس صاير قدامها الفيمورال artery، وراها الديب او البروفاندا artery، فهيكون مفصول عن الفيمورال artery، يعني بعد يعني ما يمشون سوا، يعني هذا قدامها وهذا وراها. البرانش اللي ينطيني اياها هذا الديب ينطيني الميديال سيركمفلكس واللاترال سيركمفلكس والماسكولار arteries والفير perforating artery، مثل ما قلنا الفورث من عدة يعتبر continue للبروفاندا. هنا على الصورة هذا الميديال وهذا اللاترال زين، والماسكولار برانش والفير perforating. زين، راح نجي على أول واحد اللي هو الميديال. نقول إنه الميديال circumflex femoral artery هو اللي يكون arise from the medial side of the profunda. منين حيكون؟ أكيد من the medial side of the profunda اللي هو هذا أو هذا، هنا نطالع أوضح من the medial side of the profunda. حيروح إلى the posterior. Enter between the pectineus and psoas to reach the gluteal region. Between the pectineus muscle. Pectineus muscle هي تقريبا كانت هنا حتى تنتهي بالبكتينيال line of the femur، فهي هو حيمر بين البكتينيوس والسويس، السويس اللي كانت تنتهي هنا باللسر تروكانتر، فهو حيمر بيناتهم ويروح الى الجلوتيال ريجن. يقصد بالجلوتيال ريجن هي البوستيريور ريجن. جيف ريز الى ينطيني فرع اسميه البوستيريور ريتيناكولار ارتري which is supply most of the blood of the head and neck of the femur. حينطيني فرع اسميه البوستيريور ريتيناكولار، هذا هم هسه شوية راح ناخذ معلومة خارجية عنه. Posterior retinacular artery which is supply most of the blood to the head and the neck of the femur. نهايته الـ end مالته حتكون عبارة عن dividing إلى ascending و transverse branch. الـ ascending اللي هو الفورمر يقصد به الـ ascending goes to the trochanteric، يعني حيسوي anastomosis هنا بالتروكانتريك. المقصود هذا لأن هذا مات اللاترال، بس هو من جهة البوستيريور حيصير اسكاندينج الصاعد منه يسوي أنستموسيس على التروكانتريك، واللاتر اللي هو الترانسفيرس من عنده حيسوي لي أنستموسيس أسميه الكروشييت أنستموسيس. شنو هذا الأنستموسيس؟ هذا أنستموسيس موجود بالبوستيريور أبر بوستيريور بارت من الفيمر، يعني بالفيمر بالأبر بارت بالبوستيريور اكو فد منطقة مسوي أنستموسيس أسميها الكروشييت أنستموسيس. فعرفنا أنه الميديال سيركمفلكس يشارك بهذا الأنستموسيس عن طريق ترانسفيرس برانش، بينما الأسكاندينج برانش من عنده حيسوي أنستموسيس على التروكانتريك، بالإضافة إلى أنه قبل يصير أسكاندينج وترانسفيرس طلع فرع سميته البوستيريور ريتيناكولار أرتري. زين، بالنسبة إلى اللاترال circumflex femoral artery goes laterally deep to the sartorius and rectus muscle to divide it into ascending transverse descending branch. طبعا هنا هو مذاكر بس اللاترال circumflex هم يطلع لي artery
اللي يكون عبارة عن retinacular artery، يعني هم يشارك بالانستموسيس مالت التروكنتريك عن طريق فرع retinacular. زين والفروع مالته هي الاسكاندينج والترانسفيرس والديسكاند. الاسكاندينج هو اللي يسوي انستموسيس around the anterior superior oblique spine والتروكنتريك انستموسيس. الترانسفيرس من عنده هو اللي يسوي انستموسيس ويريكروشييت، and the discant ما رح يسوي anastomosis وإنما حيكمل ويا النيرف اللي دي يروح على ال vastus lateralis اللي هو ال lateral head من ال quadriceps and discant down anastomosis within the artery around the knee. يعني حيكمل وين حيوصل؟ حيوصل إلى knee، حيتجه باتجاه knee، ما يسوي anastomosis وإنما يظل ما يسوي انستموسيس فوق بالفيمر وانما يكمل طريقه للنهايه ويا النيرف اللي دي يسوي انرفيشن للفاستس لاترالس ويسوي انستموسيس اراوند ذا ني جوينت. زين الفرع الثالث او الفروع المجموعه الثالثه من الفروع اللي تكون ضمن الديب او البروفاندا ارتري اوف ذا فيمورال ارتري هن البيرفوريتنج. البيرفوريتنج هي فور الابر تو باس ثرو ذا ادكتور بريفيس warp around the posterior aspect of the femur and supply the adductor magnus with hamstring and vastus lateralis muscle. Then for perforating فد معلومة انه هم ليش perforating؟ لان هم مخترقين فد شي. تحديدا هم شو اخترقوا؟ هم اخترقوا ال magnus ال adductor magnus muscle صار اسمهم perforating. هنا هو قايل انه تمر على ال upper two يعني الأبر تو من عندها بس خلال الأدكتر بريفيس، إنه يمكن قصده تسوي بيرفوريتنج للأدكتر بريفيس. بس أنا اللي شفته واللي قرأته إنه هي البيرفوريتنج مالتها حيكون بالأدكتر ماجنوس، فتسوي إنرفيشن للأدكتر ماجنوس والهامسترينج لأنه هي راحت بوستيرير للفيمر، فحتروح على المسلز الموجودة بالبوستيرير كومبارتمنت اللي هن الهامسترينج والفاستوس لاترال مسل، لأن هي بالبوستيرير تلوف مرة ثانية للأنتيرير تطلع من جهة اللاترال مثل ما نشوفها هنا. زين فأكيد تسوي إنرفيشن للفاستوس لاترالس مسل. النيم مالتها because perforate the adductor magnus to reach the hamstring compartment. هاي المعلومة موجودة هنا همين أنا ما منتبه عليها هنا. يقول إنه اسمها لأنه أكو perforating ده تخترق the adductor magnus وتوصل إلى the hamstring compartment، يعني توصل قصدها إلى posterior compartment عن طريق إنه ده سوي perforating the adductor magnus. They have circular course around the shaft of the femur، يعني طريقها ومسارها يكون عبارة عن circle around the femur. The arteries anastomosis within each other، يعني هذين four artery four perforating artery أكو فد anastomosis between each other، يعني هن مو منفصلات وإنما همين يعني هن فروع متواصلات بيناتهن. أول واحد من عندهم ال first share بال cruciate anastomosis اللي قلنا هي الانستموسيس الموجودة بالبوستيريار من الفيمر، بوستيريار أبر بارت من الفيمر، وقلنا الميديال انطاها فرع وسميتها ريتيناكولار والبوستيريار انطاها انرفيشن بالترانسفيرس مالته. فهنا البرفوريتنج همين راح تشارك بيه عن طريق البرفوريتنج الأول first perforating artery حيشارك بالكروشييت انستموسيس، أما الفورث perforating حيشارك بالني anastomosis، يعني أكيد الأول فوق فحيشارك بأقرب anastomosis إله، والرابع هو آخر شيء فحيشارك بأقرب anastomosis إله. معلومة ما مذكورة إنه الثاني والثالث شغلتهن الأساسية هي nutrient للفيمر، يعني تغذية الفيمر. زين الفرع الثالث من الفيمورال artery هو descending genicular artery. Give before the femoral هاي femoral ماكو الله هنا يعني طاير الال الفيمورال artery enter الى الادكتر هايتس. احنا مو قلنا انه الفيمورال artery راح يجي هنا يكون ماشي بالادكتر كانال ويدخل بالهايتس ويطلع بالبابلوتيال فوسا، فقبل لا يدخل الى قبل لا يدخل الى الهايتس نشوف شنطه انط هذا البرانش اللي سميته descending genicular artery divided into هذا البرانش ما حيمشي كبرانش واحد وانما مباشرة راح ينقسم الى السافينوس برانش والجينيكولار برانش. هذا الجينيكولار برانش مرات نشوف اسمه
الارتيكولار برانش، إشارة إلى أنه حيسوي articulation أو حيسوي anastomosis عن الني جوينت. أما السافينوس من اسمه فهو حيكون الاكومبانيز ويا السافينوس نيرف، حيمشي ويا السافينوس نيرف. زين الفيمورال فين، الفيمورال فين هو همين continue مثل الارتري، ولكن الارتري continue للاكسترنال اليك ارتري، هذا continue من جوا لانه نصعد لفوق فهو continue للبابليتيال فين. وين حيكمل وين يعني وين حيتحول البابليتيال فين الى فيمورال فين؟ بالادكتر هايتس. من نطلع من الادكتر هايتس فعن تحول الفين عندي من البابليتيال الى الفيمورال as it's ascend through the adductor canal، وهمين راح يظل يصعد بالادكتور كانال، يعني ما حيمشي بسرعة شوية، بنفس الكانال حيصعد. زين الفيمورال فين lies posterior laterally and then posterior من الفيمورال artery. احنا قلنا هنا بالشيث يكون الارتري هنا، زين يكون الارتري هنا، بس بداية كان الفين مو ميديال، كان الفين posterior lateral، بعدين صار posterior من الارتري، بعدين يطلع لنا اخر شيء ميديال، يعني هنا انا اشوفه ميديال بس هو كان posterior lateral بعدين posterior بعدين صار ميديال. occupy الميدل compartment of the femoral sheath، الجزء الوسطي من الفيمورال شيث، يعني لو فرضنا انه هاي الفيمورال شيث، فاللاترال هو الارتري والميدل هو الفين، وهنا كانت موجودة الفيمورال رينج او الفيمورال كانال. زين and posteriorly to the inguinal ligament where it's become external iliac vein. مرة ثانية حيطب جوا الانجوينال ليجمنت، يتحول من femoral vein الى external iliac vein. اذا ربطنا بالارتري فالارتري كان عكس الشيء، كان عبارة عن external iliac artery، ومن عبارة الانجوينال ليجمنت صار femoral artery، هنا الفين بالعكس. contain two or three valve. زين the tributaries اللي هي التفرعات مادة عندي، اذا قابلناهن بالارتري حتى نسهل الحفظ، اذا قابلناهن بالارتري فال great saphenous vein هو يقابل الثلاث فروع اللي كانت superficial بالارتري اللي هي هاي اللي هي هاي السوبرفيشال برانش اللي هن السوبرفيشال سيركمفلكس والسوبرفيشال ابيجاستريك والسوبرفيشال والديب اكسترنال بيودندل. ذن الثلاث السوبرفيشال هن همين موجودات بالفين، بس ثلاثة هن يصبان بفد برانش اسميه الجريت سافينوس فين، هو اللي يصب بالفيمورال، بس هذا الجريت سافينوس فين هو يشير الى ذنيتشل، يعني ذنيتشل الاقسام الثلاثة، يعني احنا نعرف انه الفين اكيد يكون يعني نفس تفرعات الارتري. زين السيركمفلكس فين مثل ما اخذنا هناك كان اكو سيركمفلكس والبرفوريتنج اللي هن ضمن الديب فيمورال، لان احنا قلنا الديب فيمورال ارتري كان بي سيركمفلكس وبرفوريتنج، فهنا ديب فيمورال فين همين بي سيركمفلكس وبرفوريتنج، وهنا اللي يكون ديسكاندنج من الجينيكولار فين، اكو فد فين ديسكاند بالجينيكولار نفس الارتري اللي كان ديسكاندينج على الجينيكولار ارتري. زين بالنسبه لللمبر بلكسس راح يطلع منها الفيمورال نيرف. الفيمورال نيرف هو اللارجست برانش من اللمبر بلكسس، ارايز من البوستيرير ديفيجن من الانتيرير ريمي من اللمبر سكند وثيرد وفورث. مثل ما قلنا انه اللمبر السكند والثيرد والفورث الانتيرير ريمي مالتها ينقسم انتيرير وبوستيرير، الانتيرير منه يسوي الاوبتريتر نيرف والبوستيرير منه يسوي الفيمورال نيرف. الاوبتريتر نيرف يغذي الميدل كومبارتمنت والفيمورال يغذي الانتيرير كومبارتمنت. استسكاند ثرو ذا سويس ميجر راح يمشي بموازاه السويس ميجر امرج low on its lateral border، يعني هيكون أسفل lateral border مات السويس ميجر، and then pass between the sewis and iliacus deep to the iliac fossa أو iliac fascia sorry. يعني هو حيمشي على السويس ميجر، بعدين حيصير بين السويس ميجر والiliacus
وحيدخل ديب من الإلياكس فاشيا. انتر يعني هنا من يدخل من الإلياكس فاشيا زين، هو هنا هذا وينه من الإلياكس فاشيا انتر الى الثاي، راح يدخل الثاي باي باسنج ديب من الانجوينال ليجمنت، همين جوا الانجوينال ليجمنت باللاترال ايج اوف ذا فيمورال شيث. نشوف هنا البوزيشن مالته هو اللاترال، هو اكثر شيء لاترال من مكونات الفيمورال شيث. سيبريتد اتس فروم ذا فيمورال ارتري، يعني هو اصلا يكون مو ضمن الشيث زين، بالتالي فهو مفصول عن الارتري والفين. ذا ترانسفيرس برانش the transverse branch of the lateral circumflex femoral artery pass between the branch dividing them into anterior and posterior branch. زين احنا قبل شوية اخذنا ال lateral circumflex femoral artery كان بي جزء transverse اللي هو هذا اللاترال سيركمفلكس فيمورال ارتري، الجزء الترانسفيرس منه اللي يسوي الانستموسيس بالكروشيات انستموسيس هو اللي راح يقسم الفيمورال نيرف الى انتيرير وبوستيرير زين، الى انتيرير وبوستيرير برانش زين. الكوتينيوس برانش من الفيمورال نيرف راح ينطيني كوتينيوس برانش المن للميديال femoral cutaneous والintermediate femoral cutaneous وعن طريق السافينوس نيرف. الميديال femoral cutaneous it pierces the fascia lata at the mid thigh and supply medial side of the thigh، يعني حيجي من اللاترال، هو مو نزل من هنا، نعتبره انه شوية لاترال، بعدين يخترق الفاشيا لاتا ويدخل للميديال زين. حيسوي innervation المن، حيسوي innervation للميديال، طبعا النيرفيشن مالته هنا سنسوري للميديال سايد اوف ذا ثاي. بينما الانترميديت فيمورال كوتينيوس نيرف من اللمبر، طبعا هنا الاوريجين مالته هنا بس اللمبر الثانيه والثالثه بدون الرابعه، بيرسس ذا فاشيا لاتا ات ذا هاير ليفل ذان الميديال كوتينيوس نيرف اند سبلاي ذا فرونت اوف ذا ثاي از فار از داون تو ذا ني. همين حيخترق الفاشيا لاتا بس من مكان شوية يكون upper أو higher من المكان اللي اخترق منه الميديال كوتينيوس. الميديال كوتينيوس بس شوية منه من الميديال سايد، بينما الانترميديت لا، راح يغذي منطقة كبيرة بالانتيرير كومبارتمنت يعني تقريبا تمتد لهنا هيجي كلها إلى حد إني زين. يبقى السافينوس نيرف descend through the femoral triangular. السافينوس نيرف حيكون موجود داخل الفيمورال تريانجولار lateral to the femoral sheath accompany the femoral artery and vein، يعني الفيمورال نيرف مو هو نفسه اللي راح يمشي ويا الفيمورال artery والفيمورال vein، وانما راح ينطي فرع كبير اسميه السافينوس نيرف. هذا السافينوس نيرف هو اللي راح يمشي ويا داخل التريانجولار داخل الكانال ويا الفين والارتري through the adductor canal and become superficial by passing between sartorius والgrazulus when the femoral vessels transverse داخل الادكتر هياتوس. من شرحنا الهياتوس، من شرحنا الفيمورال ارتري والفين، قلنا ان هم حيدخلون بالهياتوس ويطلعون بالبوبليتيال فوسا اللي هي البوستيرير اوف ذا ني، بينما الفيمورال نيرف اللي هو مو هو تحديدا وانما السافينوس اللي هو برانش من الفيمورال نيرف ما حيدخل بالهياتوس، وانما حيكمل وحيصير سوبرفيشال بتوين السارتوريوس والجرازولس اللي هنا ذن اللونج ماسل اللي كان الانسرجن مالتهن بالميديال الابر ميديال سايد من التيبيا، فحيمر بيناتهن وحيصير سوبرفيشال بدون ما يدخل الى الهياتوس كانال. run anterior inferiorly زين، لان هو بالميديال حيظل يقترب من الانتيرير وهو نازل باتجاه الانفيرير، بالتالي supply the skin and fascia of the anterior medial aspect of the leg of the knee sorry والleg والfoot زين. المسكولار برانش، هاي كلها البرانشات الثلاثه كانت عباره عن يعني sensory او cutaneous branch. البرانش اللي تكون خاصة بالمسلز احنا عرفنا انه الفيمورال خاص بالانتيرير كومبارتمنت، فهنشوف انه الانرفيشن مالته كل مسل من ضمن الانتيرير كومبارتمنت.
أول وحدة البكتينيوس، ثاني وحدة السارتوريوس، بس السارتوريوس عندها 2 نيرف، اثنيناتهم من الفيمورال 2 in number و 1 for each end، يعني بدايتها بيها نيرف ونهايتها بيها نيرف، واثنيناتهم من الفيمورال نيرف. Nerve to each head of the quadriceps اللي هي عندها 4 forehead يعني 4 من الفيمورال، كل واحد عنده branch، بالإضافة إلى أنه الفستوس ميديالس هذا اللي قلنا عنده ارتباط خاص من 3 مناطق، وهيك يكون عنده double، يعني يكون عنده 2 innervation on each end. والnerve to articularis genu اللي هي هاي المصل الصغيرة اللي قلنا تسحب البيرسا وما أدري شنو. عنده بعد فروع اللي هن الريكتوس فيمورايز والفاستي نيرف. الريكتوس فيمورايز نيرف سبلاي الهيب جوينت، والفاستي نيرف سبلاي الني جوينت على حسب الهيلتون لو. هيلتون لو هو قانون يقول انه اي نيرف يمر فوق جوينت معين لازم يغذي هذا الجوينت، يعني ماكو جوينت يمر فوقها نيرف ويروح ياخذ انرفيشن من نيرف ثاني بعيد عنه، بما انه هو نيرف مر فوق هذا الجوينت فراح ياخذ انرفيشن من عنده، بما انه الفيمورال نيرف مر على الهب ومر على الني فلازم ينطيهم برانشات خاصه بالانرفيشن مالتهم. زين هسه وصلنا الى الكوتينيوس انرفيشن اللي تصير بالفرونت والسايد اوف ذا ثاي. اول انرفيشن هو الاليو انجواينال نيرف، طبعا هذا فرع مو من اي واحد من النيرفات اللي اخذناها سواء الاوبتريتر او الفيمورال، وانما هو برانش يطلع مباشره من البلكسس، يعني مباشره من السباينال كورد، من اللمبر الفيرست لمبر، اسميه الاليو انجواينال. سبلاي سمول اريا اوف ذا ثاي بيلو ذا ميديال اند اوف ذا انجواينال ليجمنت، اللي هي هاي المنطقه الخضراء. زين منطقه صغيره ميديال inferior من الانجواينال ليجمنت. الفيمورال برانش اوف ذا جينايتو فيمورال نيرف اللي هو ايضا من اللمبر الاول. سبلاي ذا سكن اوفر ذا فيمورال تريانجولار، اللي هي هاي المنطقه الحمراء. الجينايتو فيمورال نيرف من اللمبر الفيرست لمبر، سبلاي ذا سكن بالفيمورال تريانجولار، هذا هم من فرع من البلكسس. الميديال فيمورال كوتينيوس والانترميديات فيمورال كوتينيوس لا، دولي مو من البلكسس وانما دولي برانشات من الفيمورال نيرف، من الفيمورال نيرف. الميديال سبلاي الميديال سايد اوف ذا ثاي تيرمينال تويكس جوينت تو ذا باتيلار بلكسس اللي هي هنا. زين والانترميديات حيكون سبلاي الفرونت اوف ذا ثاي از داون از ذا ني، whereas the terminal twigs join to the patellar plexus، يعني همين يعبر هنا لحد البتلار بلكسس، يعني العلاقة حتى بالسنسيشن اللي موجود بالبتلار بلكسس. عند اللاترال فيمورال كوتينيوس من اللمبر السكند والثيرد ديستيوريب along the anterior lateral surface of the thigh، هذا همين فرع ثاني يطلع من اللمبر مباشرة، بس الأوبتريتر نيرف اخر شيء الاوبتريتر نيرف من اللمبر السكند والثيرد والفورث، هذا عباره عن كوتينيوس برانش ده يطلع من الاوبتريتر نيرف بس تو ذا سكن اوفر ذا ميديال سايد اوف ذا ثاي. زين